عزول ايثما سويثما مقسم لجنه متابعه ملف الشهيد محسن فكري تشارك دعاء الاعضاء انس المنخرطين انس المناضلين بشكل عام انه حضان لقاء فرانكفورت. اكيد ان الكثير زاكم ويستنشي بان لجنه محسن فكري تجمع تجن التنسيق منذ عام ما يقرب عن عام مع لجنه فرانكفورت، وبالتالي لان المناضلين فرانكفورت دائما راح تناضل ديال الاشكال النضاليه لنا، وبالتالي وجب نحظى العرس النضالي الكبير ديال النهار. فيما يخص ما يفغ اللقاء اوانيتين، المؤشرات تؤكد انه غادي يفغ يجن شكل تنظيمي مستقبلي، انه نتمنى شخصيا اتمنى لا يجمع ايديولوجيا واحده او قناعه فكريه واحده بقدر ما نزو ان الاطار واضح يجمع جميع الايديولوجيات بمثابه جبهه. يعني يمكن اكسيرين جمهوريا، يمكن اكسيرين يساريا، يمكن اكسيرين يمينيا، يمكن اكسيرين ايضا عاديين. يعني ماشي بالضروره خص اطار ام حزب سياسي خص غير ايديولوجيا واحده بقدر ما نزو، اعرف انه عبر التنوع لا الايديولوجي ولا الجغرافي. يعني خلي على المستوى الامكنه وقيم شيء ان تفذ اطار ذاك صغار اصحاب الحسيمه وهاني، اطار ذاك صغار اصحاب الناظو وهاني، اطار ذاك صغار اصحاب مسجد وهاني، بقدر ما نزو النيريفين جمعا كيجن اطار دي جن خدمن عارف. محسن فكري ذو سيد اللقاء اوانيتين معززه بافكار يعني جمعا نقص المناضلين خاصة فيما يخص تقييم التنسيقية الأوروبية، على اعتقاد على اعتبار أن التنسيقية الأوروبية دوشا إضافات إيجابية ولكن كانت السلبيات أكثر من الإيجابيات، وبالتالي اقترحت يعني ضرورة التمهل وإعطاء الوقت الكافي لتأسيس شكل نضالي آخر، وأيضا ضرورة الوضوح التام، وايضا ضروره استشاره جميع اللجان على المستوى الاوروبي وجميع يعني من لهم تاثير لدعم الحراك على الصعيد الاوروبي، يعني بدون استثناء. يعني تحاول لجنه محسن فكري في اطار الحيادينس الايجابي يعني تدعم كل الخطوات النضاليه وتسعى الى عدم اقصاء اي احد. من يحاول لجنه محسن فكري بطريقه او باخرى يعني يقصع باقي اللقاء اوانيتين. لجنة متابعة من الشهيد محسن فكري نبذان تعتبر أم اللجان، على اعتبارها أنها بذا يومين بعد استشهاد محسن فكري تعتبر أول لجنة على الصعيد الأوروبي، يمكن سبق حتى الحراك لأن الحراك والجيشي يوقع مباشرة بعد استشهاد محسن فكري بقدر ما يسيد فيما بعد. لجنة محسن فكري قام مجموعة من الاتصالات مقسم على ما يقرب السنة نعدان أمام الأحزاب السياسية البرجيك، قال لقاءات البرلمانيين الأوروبيين، لقى رسائل للمنظمات الدولية يعني نتجان حقوق الإنسان، بالإضافة أنه لقى أشكال نضالية متميزة فيما يخص عدة مسيرات ووقفات عبر التراب البلجيكي. وحاليا كوكيج التنسيق اللجان على المستوى البلجيكي ككل بالإضافة إلى الإطارات المنبثقة.